غياب الرئيس سعد الحريري أعاد المملكة العربية السعودية إلى لبنان، وشفنا هذا المسار اللي ما وصل إلى أي نتيجة أو إلى أي خلق شخصية تسد غياب الرئيس سعد الحريري. ماذا تنتظر المملكة العربية السعودية برأيك شو بدك استدعاء يستدعوا للرئيس سعد الحريري يحكوا هن وياه يصير في حل لهذا الخلاف ليرتاحوا كمان السنة بلبنان بغض النظر عن أكيد على الصعيد الوطني كمان عودة الانتظام السياسي بتأثر، ولكن إذا بدنا نحكي على صعيد سني وغياب الرئيس سعد الحريري أدى إلى ما أدى إليه، ليه المملكة ما بتبادر؟ أول شيء مش سعودية عادت لما ظهر الرئيس الحريري. بلا رجعت على أساس بيان كان الرئيس سعد الحريري قايل أكثر بكثير. أي شيء يؤدي إلى انفراج بالبلد وعودة العرب سيكون سعيد فيه الرئيس الحريري. لا، هي رجعت من بعد مبادرة كويتية واضحة عاد فيها السفرة، وبالتالي الأزمة تجاه لبنان منها مرتبطة بموضوع الحريري، مرتبطة بلبنان، مرتبطة بحزب الله اللي عم يتدخل ويمشي المسيرات إلى آخره اللي عم بتهدد أمن السعوديين. طب اليوم السعودي اللي موجود بقلب الرياض، طب نحن بنزعل من حزب الله ومنطلعها بالرئيس سعد الحريري؟ مش حزب الله، ولكن يعني نزعل من خصمنا ما طلعت منطلعها بحليفنا؟ نحن عشان ما نشوه الواقع السياسي أو العلاقة ما بين المملكة والحريري. ما خص هذا الموضوع بموضوع، أنا ما عم بيجي أقول أنه العلاقة ذهبية أبدا، ولا عم بيجي أقول أنه العلاقة يعني أوتوسترادات مفتوحة، ولكن أنا بيجي بقول لك عائلة الرئيس سعد الحريري موجودة بالسعودية. النجل الرئيس الحريري حسام اللي هو يمثل رؤية شابة وواعدة أيضا بالعمل وببث روح الشباب أيضا موجود بأرض المملكة بأرض الأمان. والرئيس الحريري عنده تواصل مفتوح يعني مع أصدقائه مع شخصيات معينة، ولكن عنده وجهة نظر المملكة تجاه لبنان، وهي اليوم بعيدة عن العمل، اليوم مقتصر موضوع على مساعدات. ما عم نشوف شيء أكثر من هذا. هذا واحد. والمجتمع الدولي كله بنفس هذه الحالة، والرئيس حريري نفس الشيء، هو مبتعد وتارك المجال للآخرين ليشوفوا كيف ممكن يحلوا الموضوع. فما بدنا نروح فيها أنه تبادر أو ما تبادر، هي تتعاطى مع دولة لا تتعاطى مع طائفة، يعني هي تقف على مسافة واحدة من الجميع سنة وشيعة، ونشوف عبالك الجولات اللي بتنقام بهذا الموضوع. ولكن أنا يجب أن تكون لمصلحة لبنان، حتكون، بس كمان يجب لبنان يعرف مصلحته بالأول. ما بتقدر تضل ساكتة على هالموضوع والسعوديين عم يجوا يسألوا قيادتهم، حزب الله بلبنان اللي أنتم بدكم تساعدوه عم بيجي يقصفنا ويهددنا لأمننا، كيف تصير هذه الأمور؟ تفضلوا يا لبناني يعالجوا موضوعكم، لا أقدر أجي، أنتم بلد حاليا غير آمن. طب بس شو عم بيأدي هذا الموضوع؟ عم بيأدي لأنه نروح نجيب نفط إيراني، نلتجئ لإيران لأنه نحن وصلنا إلى مرحلة ما بقى المواطن اللبناني. طيب ما أنا اللي وصلت حالي لهالشيء، مش غيري اللي وصلني لهالشيء. لا، يمكن كمان أنه هذه اللامبالاة السعودية بالداخل اللبناني، لأنه يمكن صارت اهتماماتهم بمطرح آخر برؤية 2030 وغيرها. طيب من الأوضاع الداخلية السعودية. ليش ما فيني يكون بصلب رؤية 2030؟ أنا أتمنى ذلك أساساً. بروح هذا الرياض بشوف وبشوف بجدة وبشوف حجم الانفتاح وحجم الاقتصاد اللي صاير، كل واحد يتمنى لو يعيش في هذا البلد. بس نحن اللي بدنا نعمل دولة، مش غيرنا بده يجي يعملنا دولة بهذا البلد. إما بدنا نكون وطنيين أو بدنا نكون حاملين أجندات. حزب الله حامل أجندة، الأجندة تبعيته أجندة إيرانية. نحن بدنا نروح موضوع، فكرة هي للمعلومة يعني كمان، ليش اليوم الهجوم على الرئيس مئاتي؟ لسببين. رئيس المئاتي خان تذكر البيان الشهير اللي طلعه اللي حكي فيه من بعد المبادرة الكويتية عن موقف السعودي وعن موقفه من حزب الله، طالب فيه وقف أي نزاع مسلح يهدد. طب يا أستاذ محمد، هذا البيان اللي أنا عم بحكي عنه أنه الرئيس الحريري قايل أكثر منه بكثير وما رجعت المملكة. شو سبب الهجوم؟ المملكة لن تعود إلا ما يصير في دولة بالبلد. نحن عنا ما في دولة هلأ، نحن حاليا بمزرعة، وحتى المزرعة خربانة كمان. نحن ما في عنا دولة، في عنا ميليشيا فجأة بقال لي في مسيرات طلعت وغيره. بس عم بوضح لك شغلة، أول شيء الهجوم جاي مزدوج من حزب الله ومن طيار الوطن الحر على الرئيس نجيب مئاتي. بيان اللي ضد المسيرات اللي طلع من الحكومة، والبيان السابق اللي ضد أي نزاع مسلح داخل الدول الخليج.
أما بالنسبة للتيار الوطني الحر فهو موضوع مرسوم التجنيس، اتفقوا اثنيناتهم على الرئيس مئاتي. هيدي أساس. برجع بعطيك المعطى العام، لما يصير في عنا دولة ورئيس جمهورية نقدر نحكي معه، طب أحوى رئيس ميشيل عون مش مفترض هو مرشح حزب الله وثماني أدار؟ شو عملت السعودية أول ما وصل لسدة الرئاسة؟ استقبلته. نعم. قالت له تعال نحكي مع بعض. شو قال له؟ قال لا أنا مع حزب الله وبدي أقدم فواتيري لحزب الله وما بدي دين استهداف أرامكو وأنا أدافع عن سلاح حزب الله بالمبادئ الأممية. لا هذا ما بده يتقدم خطوة لقدام. طيب أستاذ محمد.